سون لي كريتير تنعطيك تجيب ولا ما يجيش. الاخر ديال لابورطاسيون تاع لي فيكول تجيب. ف حنا المونوبول ديال ليطا بهذا النجاح وان شاء الله لما يشري هذاك لو جو تاع لي بيزون بعد تجيبوا للدار يبدا يلعب به كيفاش يدير بين لي زيكسبير بين الناس اللي راهم في الميدان يخدموا بين كل الفاعلين في الساحه السياسيه لو سافوار فير متحكمين بالعلاقات ناس خلقوهم ناس داروهم وناس يتكلم على المشاكل الاجتماعيه ام سياسيه في الجزائر. اولا ما فيش حوار حقيقي بين السلطه وبين كل الشرائح او كل الاطارات الموجوده في المؤسسات. انا في الخطاب تاعي تكلمت على الصراع اللي موجود وتحس انه كانت هناك رؤوس متعدده في السلطه وتحس ان كان هناك مجموعات كل مجموعه عندها موقفها وكل مجموعه تحاول انها تاخذ اكبر مساحه من السلطه. وهذا لا يبشر بالخير لان كما قلت السلطه حتى وتكون مجحفه لما تكون متوحده وتعرف واش دير وعندها برنامجها نطمئن. اما السلطه اذا كان مجحفه وفي ان واحد هي غير مستقره وفيها صراعات هذا يعطينا نتخوف من مستقبل على مستقبل الجزائر. لذلك الرئاسيه بالنسبه لنا ستناقش في المؤتمر المقبل ان شاء الله. اما كي قلت جمعيه قلت ثقافيه ثانيه قلت انا حكمت غير تاع مسانده لان كان كثير من الجمعيات في الساحه السياسيه. فقط انا تكلمت باللي حزب سياسي لازم يكون حزب سياسي. نعم ممكن يدير تحالفات ولكن هذا الحزب مش موجود من اجل ان يكون فقط عباره عن مساند او عباره عن جمعيه يستعمل في اي وقت. وايضا هذا الحزب ما عندوش اون امبيسيون باش يمشي للامام. بالنسبه للرئاسيه احنا عندنا مؤتمر ان شاء الله سنقترح جدول للوصول الى المؤتمر العام لان فيه مؤتمرات ولائيه جهويه للوصول للمؤتمر في هذا المجلس ان شاء الله. والمؤتمر هو سيد لان فيه قضايا تتعلق المؤتمر منها الرئاسيات. نعم هي الوزيرة التربية والتعليم كان مفروض أنها تكون بسرعة تنزل للبرلمان أنها تحاور باب الحوار لازم يتحل ويكون هذه الخطة تكون كبيرة وسريعة. ليه؟ لأنه باش نلقاو بعض الولايات لحد الآن الولايات تاعهم متوقفين عن الدراسة أكثر من 45 يوم باش نلقاو كذلك أبنائنا ما يعقبوش امتحان تاع السداسي الأول باش الطلبة جايتهم بكالوريا جايتهم مرحلة صعبة يقعدوا ما يكملوش دروسهم بعدين نقولوا الولاد تاعنا ما نجحوش. الولاد هذوما مش ولادنا برك ولاد الشعب الجزائري ومستقبل الجزائر كامل في ولادنا. احنا باش نقعدوا نستناو مكتفين يدينا جمعيه اولياء التلاميذ يبكيو وفي نفس الوقت النقابات يطالبوا بحقوقهم وفي نفس الوقت نلقاو بيري الوزيره قاعده في مكانها ما تحركش. هذا الشيء اللي ما نقبلوش احنا كنواب الشعب. من المفروض احنا كنواب تاع الشعب نشوفوا كل مطالب النقابات مطالب مشروعه لا من حيث مطالبهم المهنيه ولا من حيث المطالب في اعاده النظر في قضيه المنظومه التربويه اللي اليوم نشوفوا في بعض الولايات ابنائنا متوقفين عن الدراسه. نشوفوا باللي البرنامج في معظم الولايات ان البرامج لم تستكمل. والمعالجه اللي راح تقوم بها وزاره التربيه معالجه فيها نوع من الانهراج يعني معالجه شكليه ماهيش معالجه ضمنيه. نعم هي الوزيرة التربية والتعليم كان مفروض أنها تكون بسرعة تنزل للبرلمان أنها تحاور باب الحوار لازم يتحل ويكون هذيك الخطة تكون كبيرة وسريعة. ليه؟ لأنه باش نلقاو بعض الولايات لحد الآن الولاد تاعهم متوقفين عن الدراسة أكثر من 45 يوم باش نلقاو كذلك أبنائنا ما يعقبوش امتحان تاع السداسي الأول باش الطلبة جايتهم بكالوريا جايتهم مرحلة صعبة يقعدوا ما يكملوش دروسهم بعدين نقولوا الولاد تاعنا ما نجحوش. الولاد هذوما مش ولادنا برك ولاد الشعب الجزائري ومستقبل الجزائر كامل في ولادنا. احنا باش نقعدوا نستناو مكتفين يدينا جمعيه اولياء التلاميذ يبكيو وفي نفس الوقت النقابات يطالبوا بحقوقهم وفي نفس الوقت نلقاو بيري الوزيره قاعده في مكانها ما تحركش. هذا الشيء اللي ما نقبلوش احنا كنواب الشعب. من المفروض احنا كنواب تاع الشعب نشوفوا
كل مطالب النقابات مطالب مشروعة، مشروعة لا من حيث مطالبهم المهنية ولا من حيث المطالب في إعادة النظر في قضية المنظومة التربوية اللي اليوم نشوفوه في بعض الولايات أبنائنا متوقفين عن الدراسة. نشوفوا باللي البرنامج في معظم الولايات أن البرامج لم تستكمل، والمعالجة اللي راح تقوم بها وزارة التربية معالجة فيها نوع من الانهراج، يعني معالجة شكلية ماهيش معالجة ضمنية.